السلام عليكم. قبل أيام قليلة حل اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في عالم يعج بسجون ملأى بمعتقلين يتعرضون لسنوف شتى من التعذيب والانتهاكات، وربما تحتل المنطقة العربية أحد مراكز الصدارة في ميدان السجون والتعذيب. ففي سوريا مثلاً، تتحدث تقارير دولية عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسراً، فضلاً عن تقرير أصدرته قبل أشهر الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت فيه قتل نحو 15,000 إنسان تحت التعذيب، بينهم أكثر من 180 طفلاً ونحو 100 فتاة وامرأة. هذا فضلاً عن أعمال الاغتصاب والإعدامات شبه اليومية دون ما تهم ولا محاكمات. وأمام هذه الصور المرعبة القادمة من سوريا، نشطت المنظمات الدولية الحقوقية في الضغط على النظام السوري وأنظمة عربية أخرى لوقف أعمال التعذيب، وصدرت بيانات عدة في هذا الشأن. إزاء ذلك، وبهذه المناسبة التي تستجر الدعم لضحايا التعذيب في العالم، نسأل في حلقة اليوم من حديث العرب عن واقع السجون العربية في ظل انتقاد دولي يزداد أفقياً وعمودياً لظاهرة التعذيب، كما نتحدث عن الآليات التي تحكم تعامل المجتمع الدولي مع قضية التعذيب في الدول العربية، وصولاً إلى البحث في سبل إيقاف هذه الممارسات المستفحلة عربياً أو التخفيف من حدتها. التفاصيل بعد متابعة التقرير التالي. في 26 من حزيران سنة 1987 دخلت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب حيز التنفيذ، ومن ثم أعلنت الأمم المتحدة ذلك اليوم من كل عام يوما عالميا لمساندة ضحايا التعذيب. هذا الضابط عم يضربنا ويسبنا. وعلى الرغم من مرور عشرات السنين على توقيع تلك الاتفاقية، لا يزال التعذيب يمثل حدثاً متكرراً في العالم، ولا سيما في المنطقة العربية، في ظل ما تعانيه أكثر البلدان العربية من واقع سياسي متأزم وأنظمة حكم لا تتورع عن كبت الحريات وتكميم الأفواه واعتقال المعارضين، بل وقتلهم كذلك. وتكتظ السجون العربية بعشرات الآلاف من المعتقلين، أو ربما مئات الآلاف، لا سيما خلال العقد الأخير الذي أعقب انتفاضات الربيع العربي، إذ يصعب تحديد الأعداد بدقة نظراً لغياب الشفافية في البيانات الرسمية بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم. وإن كشفت تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وتقارير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن انتهاكات بالغة ترتكبها الأنظمة العربية ضد المعتقلين في سجونها بهدف إذلال وكسر عزيمة المعارضين السياسيين وإرادتهم حتى يتركوا مساحات العمل العام، أو لإجبار بعض المتهمين على الاعتراف بجرائم ربما لم يرتكبوها. وبحسب ناشطين حقوقيين تعرضوا سابقاً للاعتقال والتعذيب، فإن المجتمع الدولي يقف موقف المتفرج على ما يجري في السجون العربية من انتهاكات، إذ تعلو لغة المصالح المتبادلة بين الحكومات على لغة المبادئ وحقوق الإنسان. وحتى لو صدرت بيانات من هنا أو هناك تنتقد حالة حقوق الإنسان في بلد ما، فلا يزيد الأمر عن استخدام ذلك للضغط على الحكومات المتهمة بارتكاب هذه الاتهامات من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية دون اتخاذ أي إجراء حقيقي يوقف تلك الجرائم أو يحاسب المجرمين. للحديث عن موضوع الحلقة، يسعدني الترحيب بضيوفنا الكرام من طرابلس الشام، الأستاذ طارق شندب المحامي والأستاذ القانون الدولي، ومن لندن الأستاذ زياد المنجد الكاتب الصحفي، وكلاهما يشاركاني عبر خدمة سكايب. أهلا ومرحبا بكم ضيفينا الكريمين. لو بدأنا من طرابلس الشام، أستاذ طارق، هل ثمة اتفاق دولي على وضع مفهوم واضح ومحدد للتعذيب، لمصطلح التعذيب، أو ثمة شروط ينبغي حصولها لاكتساب هذا الفعل صفة التعذيب؟ تحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين في هذا اليوم المبارك.
نهنئكم بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يفرج فيه في هذا اليوم عن كل المعتقلين والمعذبين والمخفيين قسريا في كل الدول العربية والدول الإسلامية وبالأخص في سوريا والعراق، حيث هناك الآلاف الذين هم تحت التعذيب تحت الاختفاء القسري. ومباشرة أجيبك أخي العزيز أن التعذيب تم تعريفه بموجب هذه اتفاقية مناهضة التعذيب التي قررتها الأمم المتحدة عام 1987، واعتبرت 26 من هذا الشهر هو يوم يعني لمكافحة أو معاقبة من يرتكب التعذيب ولمكافحة أو التضامن مع ضحايا التعذيب. وهذه الاتفاقية أصبحت اتفاقية دولية مبرمة، وهذه الاتفاقية هي جزء من القانون الدولي التي يجب على كل دول العالم الالتزام بها، سواء كانت موقعة على هذه الاتفاقية أو غير موقعة، لأنها جزء من القانون الدولي العرفي. وبالتالي التعذيب معروف كيف يمارس في السجون، سواء كان التعذيب جسديا أم نفسيا أم بالإكراه أم بفرض أمور على الشخص المعتقل أو بالتهديد أو بغير ذلك من الوسائل. نعم. وهي جريمة ترتقي إلى الجريمة ضد الإنسانية. ونحن بعد حوالي يعني 26 سنة على توقيع هذه الاتفاقية تقريبا، نحن ما زلنا نعاني في الدول العربية وبالأخص في سوريا وفي العراق من الآلاف بل مئات الآلاف من المغيبين قسريا، ومن الذين يتعرضون لأشد أنواع التعذيب، ومن الآلاف الذين ماتوا تحت التعذيب كما شاهدنا في تقارير قانونية وحقوقية موثقة وثقتها أهم المنظمات العالمية، وكذلك شاركت في توصيها في بعض الأحيان الأمم المتحدة. ولا بد من الإشارة أخي العزيز إلى أمر مهم، أن باتفاقية مناهضة التعذيب أو مكافحة التعذيب هناك أمر أساسي في هذه الاتفاقية، وهو يتعلق بالعودة القسرية للاجئين. المادة الثانية من هذه الاتفاقية تتحدث عن عدم جواز العودة القسرية للاجئين، سواء اللاجئين كما هو الحال الآن في سوريا أو ما يحصل في لبنان أو كما حصل في العراق. لذلك الأمر مهم جدا، مرتبط ما بين التعذيب وما بين اللجوء، وهذا أمر أساسي يجب أن يعرفه الجميع. طيب، أريد أن أنتقل إلى لندن لأسأل السيد زياد عن الذي السبب أو العوامل التي تجعل التعذيب ظاهرة متفشية في الدول العربية بدرجة تجعل منها ثقافة سلطوية في هذه البلاد. أولا تحية لك ولضيفك العزيز وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا. عندما تعلو سلطة الحاكم على سلطة القانون فإن الأمر يصبح بديهيا أن التعذيب هو الأساس، فكل حاكم يحاول الحفاظ على سلطته ضاربا عرض الحائط بالقوانين التي تحكم الدولة، وبالتالي فالاعتقال هو السمة الأساسية للمعارضين للحفاظ على سلطة الحاكم، وبالتالي فكل هذه الأمور تؤدي إلى التعذيب. يعني عندما عرفت اتفاقية مناهضة التعذيب يعني التعذيب بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا أو عقليا عمدا بشخص ما بقصد الحصول على معلومات من هذا الشخص، فكل هذه الأمور هذا التعريف يدلنا على أن الحاكم وكل أو معظم الحكام في وطننا العربي هم يعني خارج القانون، وكلهم وصلوا إلى السلطة بطريقة أو ما، وحتى عندما يصلون بطريقة ديمقراطية فإنهم يتفردون بالسلطة ويحاولون الحفاظ على سلطتهم، وبالتالي ينكلون بمعارضيهم ويتبعون أساليب التعذيب. لكن سيد زياد، في الحالة العربية يعني الأسباب التي تجعل من التعذيب ظاهرة، وخصوصا في ظل غياب أي معايير ولو في الحد الأدنى من الرقابة على السجون من حضور القضاء، يعني دعني هنا أخذ منحا فكريا إلى حد ما بالحديث عندما تحدث مالك بن نبي المفكر الجزائري الكبير عن قابلية الاستعمار في الدول الإسلامية، هل يمكن القول بأنه في الدول العربية هناك قابلية للتعذيب إذا ما اقتبسنا المفهوم؟ يعني لماذا في الدول العربية فقط دون كل دول العالم هذا المستوى العالي من التعذيب مع غياب شبه كلي أو مطلق لمعايير الرقابة؟
لا توجد رقابة، يعني عندما يمارس الحاكم سلطته، فعندما يلتزم بالقانون وبالأجهزة القضائية وبالمواضيع القضاء التي تحكم هذه الأمور، عندما يلتزم فينتفي التعذيب. ولكن كل هؤلاء يعني الحكام يحاولون قدر الإمكان وضع الدستور والقوانين القضائية جانبا، ويحاولون يعني بشار الأسد يعني في عام 2022 في العام الماضي أصدر القانون رقم 16 لتجريم التعذيب، ولكن يعني ماذا فعل هذا القانون؟ ممارسة التعذيب مستمرة، هنالك أربع أجهزة أمنية وكل جهاز أمني له عشرات الفروع في كل المحافظات تمارس التعذيب. ماذا فعل هذا القانون؟ إذن الحاكم هو الذي يسمح بممارسة التعذيب ومن أجل قمع المعارضين. عندما يعني الشبكة السورية لحقوق الإنسان وخلال العام 2011 إلى يومنا هذا سجلت أن هنالك 1,200,000 معتقل، وهؤلاء من كل الأطراف طبعا، ولكن النسبة الكبيرة بالنسبة لهم هم من ممارسات النظام، فمعظمهم يعني خرج، ولكن باقي ما يقارب 150,000 معتقل داخل السجون، 68% منهم مختفي قسريا. ودعني أذهب بعيدا في عام 1982 وعندما جرت مجزرة حماة، ابن مدينة حماة، هنالك ما يزال إلى الآن من عام 1982 إلى يومنا هذا 15,000 مواطن غائبين لا يعرف أهلهم عنهم شيئا. فهذا يعني هذه إرادة الحاكم وسلطة الحاكم، عندما تتغلب على سلطة القانون يصبح التعذيب وسيلة سائدة في المجتمع. يعني بمناسبة الإخفاء القسري الذي تحدثت عنه، وهو الأمم المتحدة تضعه ضمن فرع من فروع التعذيب، وهنا أتحول مرة أخرى إلى طرابلس الشام لأسأل السيد طارق، يعني سوريا إذا ما كانت جل دول العالم في كفة والتعذيب في الدول العربية في كفة لوحدها، وإذا ما كانت الدول العربية كلها في كفة فإن سوريا ربما تكون في كفة لوحدها. انطلاقا من هذه الرؤية وما قلناه عن توثيق الشبكة العربية أو الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل نحو 15,000 سوري تحت التعذيب والتجويع، بينهم 180 طفلا و100 امرأة. سؤالي هو يعني لماذا قد يكون كل هذه الأعداد من القتل والاعتقالات حصلت في أثناء الانتفاضة السورية، لكن منذ أعوام هدأت المعارك وطويت البنادق ولم يعد هناك قتال في سوريا، ومع ذلك أعمال الاغتصاب والإعدامات والتعذيب جارية على قدم وساق، ما السبب في ذلك؟ هي ثقافة الحاكم، هي رؤية الحاكم، هي ما يؤمن به الحاكم والفريق الذي يدير العملية السياسية والأمنية في سوريا، أي أقصد النظام السوري. وعندما تكلم عن النظام السوري يتكلم بكل صراحة عن النظام النصيري والعقلية العقلوية التي تعتبر أن القتل والاغتصاب والإرهاب وسرقة أموال الناس والاعتداء على شرف الناس هو أمر طبيعي ويحق لهم أن يقوموا به. وهذا ما فعلته هذه الفئة في الشعب السوري منذ قيام سلطة البعث بالانقلاب وتوليها للسلطة، وما حصل في حما هو بداية الأمر الإجرامي، وهو جزء صغير يرتكب حتى اللحظة. يعني طوال فترة ما بعد أحداث حما حتى قبل الثورة السورية، كم ألف معتقل سوري كان موجودا في السجون السورية؟ كم ألف سوري مغيب قسريا؟ أنا أعرف من خلال متابعاتي مع ملفات السوريين والاختلاط مع الشعب السوري الطيب أنه في سوريا إذا كان الشخص قد أوقف لدى الأجهزة الأمنية لا أحد يجرؤ على السؤال عنه حتى بعد يعني حوالي سنة تقريبا. أمر طبيعي جدا هذا كان في سوريا. طيب. جاءت الثورة السورية واستمرت هذه الأعمال الإجرامية، الثورة جاءت كردة فعل على هذه الجرائم وغيرها من الجرائم. ولكن بمطلق الأحوال السؤال الوجيهي الذي تفضلت به حضرتك، يعني الأعمال المقاومة توقفت، أعمال الثورة، وما زال النظام يرتكب الجرائم.
حتى الذين أعيدوا قسريا أو بحجة أنهم أعيدوا بناء لرغبتهم من لبنان ومن غير لبنان عبر الحدود اللبنانية إلى سوريا. وثقت تقارير الأمنستي والهيومن رايت واتش، الأمنستي يعني العفو الدولية، عن أن نظام الأسد قام بقتل أكثرية الذين أعادوا، وتم إخفاء قسريا من أكثرية الأشخاص الذين لم يقتلوا، وتم اغتصاب بنات لم تتجاوز أعمارهن 7 أو 8 سنوات. هذا في تقرير منظمات دولية مرموقة يحسب لها حساب ومشهورة بأنها تقدم تقارير موثوقة. هذا الأمر يعرفه كل المجتمع الدولي وكل العالم. هي عقلية هذا النظام القائم على الاستخبارات والقائم على القتل والقائم على أنه لا يمكن أن يحكم الشعب في سوريا إلا بهذه الطريقة، قائم على الإرهاب، الإرهاب الفكري، الإرهاب المعنوي، إرهاب الناس في منازلها، إرهاب الأطفال في المدارس، إرهاب الأطباء في المستشفيات، إرهاب العامل في معمله. نعم. وهذا هو النظام السوري الذي للأسف تتهافت الكثير من الدول للتطبيع معه. على ماذا؟ على المخدرات التي قدمها للمجتمع العربي. نعم. وعلى ماذا؟ على آلاف المخفيين قسريا سواء أكانوا سوريين أم غير سوريين. لكن ولذلك تفضل، للأسف أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة لا تعطي أهمية لهذا الأمر، والذي يشجع على هذا الأمر في بلادنا العربية هي هذه الثقافة الإجرامية وغياب ثقافة أو مبدأ العقاب. بدل أن يعاقب هؤلاء المجرمين وهؤلاء القتلة على ما اقترفوه من قتلهم لآلاف الناس ولإخفائهم قسريا لآلاف السوريين، سواء كنا نتكلم عن سوريا أو العراق، نرى أن هذه الطبقة المجرمة هي التي تتحكم وهي التي تدير هذه البلاد. نعم. ونرى أن المجتمع الدولي للأسف والمجتمع العربي بالذات يرحب بها ويعيد تدويرها لكي تعود وتحكم من جديد. طيب مشاهدينا الكرام، نرحب بانضمام الأستاذ أحمد موفق زيدان الكاتب الإعلامي وهو معنا عبر الهاتف من مدينة إدلب السورية. مرحبا بكم أستاذ أحمد. نتحدث في هذا، وقد تأخرت في الانضمام إلينا ربما لأسباب فنية متعلقة بالمصدر من جهاتكم، نتحدث عن الأسباب تفشي ظاهرة التعذيب في الدول العربية. ربما يحسن أن أسألك عن، هناك الآلاف من المعتقلين سواء كان في سوريا، وقلنا أنها في طابق لوحدها، في كفة لوحدها مقارنة بالدول العربية الأخرى، ويعاملون معاملة تقوم على الذل والاحتقار والإهانة. أريد أن أسألك عن الأثر النفسي والمجتمعي والأمني الذي سيترتب على استمرار هذه عملية التعذيب وتفشيها على نطاق واسع في الدول العربية. أولا جزاك الله خير على الاستضافة، وحيا الله الإخوة الضيوف، وكذلك حيا الله المشاهدين. حقيقة الأثر، إذا أردنا أن نعرف الأثر الذي ستتركه مثل هذه الممارسات التعذيبية في العالم العربي وفي سوريا منها، أنا باعتقاد يجب أن نرجع إلى ممارسات التعذيب. لا أسمع بوضوح أستاذ أحمد، يعني ألتمس ورفع الصوت، لا أسمع بوضوح. نعم، أقول إذا أردنا أن نعرف الأثر. نعم. أن نعرف الأثر. ألو، تفضل. نعم، إذا أردنا أن نعرف الأثر الذي ستتركه هذه الممارسات التعذيبية على سوريا والمنطقة العربية والعالم بشكل عام، يجب أن نرجع إلى الممارسات التعذيبية التي كان يمارسها المقبور حافظ الأسد ضد الشعب السوري. الممارسات التي مارسها حافظ الأسد في الثمانينيات وفي سجن تدمر وفي سجن صيدنايا وفي سجون وأقبية التعذيب المخابراتية السورية، أنا باعتقادي كانت هي سبب، أحد الأسباب الرئيسية لانتفاضة عام 2011 في سوريا. ولذلك رأينا كثير من الدراسات والأبحاث أشارت إلى هذا العامل المهم في اندلاع الانتفاضة السورية. وبالتالي قضية الإذلال، قضية الاحتقار، قضية الإهانة التي تمارسها الأنظمة العربية وتحديدا النظام المجرم في سوريا، أنا باعتقادي هذا سيولد حالة انفجار، ربما حالة الانفجار التي ستحصل من الموجة الثانية للثورة السورية ربما لن تقارن ولن تقاس بالثورة، الموجة الأولى الثورية التي حصلت في 2011، ونحن نرى ربما مئات الآلاف من الأطفال المشردين في المخيمات السورية، مخيمات الشتات، الذين رضعوا هذا الإذلال من الشتات ومن الهجرة ومن الكلام ومن الحديث عن وجود أقاربهم، آبائهم، إخوانهم، أخواتهم، أبنائهم، آبائهم في السجون السورية.
وللأسف الشديد هذا الأمر المسؤول عنه بشكل مباشر هو النظام الدولي والنظام الحقوقي الذي فشل فشلا ذريعا على مدى عقود في الحقيقة في محاسبة أي نظام استبدادي عربي. أنا لكن سيد أحمد، يعني قبل أن نتحدث عن 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 البعد الدولي وهو بعد مهم جدا وقد خصصنا له المحور الثاني الذي سنطرقه بعد الفاصل، لكن أبقى في الداخل السوري في محاولة لتفسير سلوك أو فعل النظام فيما يتعلق بتفشي التعذيب في السجون السورية على نطاق واسع. كمراقب ومتابع وخبير دقيق في الشأن السوري تحديدا، هل يمكن تفسير هذا السلوك، سلوك النظام السوري، على أنه إحساسه بفرط الثقة في 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 هذا الأداء، أم أنه نابع من قلق أمني على مستقبل النظام؟ كيف يمكن تفسير هذا السلوك؟ لأن هناك نوع من التوحش في التعذيب في سوريا تحديدا. أنا باعتقادي أن هذا السلوك له أبعاد، عدة أبعاد. البعد الأول هو البعد الطائفي، البعد الطائفي للنظام السوري، ولذلك عندما كانوا يعذبون الأشخاص يطالبون بأن يقول مثلا لا إله إلا بشار، أو يطالبون بالكفر بالله، أو بإهانة المقدسات الإسلامية، وبالتالي هناك بعد طائفي حقيقي وراء هذه الممارسة التعذيبية. وقد رأينا وسمعنا إلى الكتب وشاهدنا وقرأنا الكتب التي صدرت عمن عذب في تدمر في السجون السورية، وكذلك كل من تعرض للتعذيب على أيدي النظام السوري. رأينا صور مسالخ قيصر، يعني هذه لا يفعلها نظام يعني عادي، هذا يفعلها نظام متوحش مجرم طائفي حاقد على الإنسانية. أنا هنا أذكر وثيقة سربت عبر الويكيليكس بأن آصف شوكت عندما التقى مع محمود أحمد مدير مخابرات الباكستانية العسكرية، فحسب وثيقة الويكيليكس بأن مدير مخابرات آصف شوكت قال لمدير مخابرات باكستانية: أنا مرة كنت أعذب أحد السوريين ومسكت رأسه وضربته بالجدار حتى انزلق مخه. فضحك مدير مخابرات باكستانية، قالوا: أنت مدير مخابرات، ليس عندك أحد يعذب، لماذا أنت تعذب بنفسك؟ فلك أن تتخيل هذه الرواية، هذه القصة ربما تختصر وتجيب على سؤالك المهم جدا، بأن مدير مخابرات وظيفته جمع المعلومات، تحليلها، الأبعاد الاستراتيجية، الأبعاد الدولية. عندما يقوم مدير مخابرات بالله عليك يعذب شخص بهذه الطريقة المتوحشة، ماذا أبقى لجلاوزته وماذا أبقى لغيره؟ فهناك إذن عقدة نقص، عقدة طائفية، حقد طائفي من وراء هذه العملية. نعم. أنا بعتقد هذا قضية مهمة جدا. طبعا بالإضافة إلى هذا التعذيب، هذه التي أسميها أنا هذه التساهل الدولي مع النظام السوري منذ وصوله إلى السلطة إلى اليوم، هو الذي دفعه أن يرتكب المجزرة والمجزرة والتعذيب تلو التعذيب، وبالتالي هو مفلت من العقاب، مفلت من العذاب، مفلت من الملاحقة الدولية، وبالتالي ماذا لا أعذب؟ باختصار. نعم. فيما يتعلق بالمراقبة، بالمعاملة الدولية أو بالعقاب الدولي، بعد الفاصل نبحث آلية تعامل المجتمع الدولي وخصوصا الدول الغربية المؤثرة مع ملف التعذيب وخصوصا في الدول العربية. وقفة قصيرة تتبعه عودة لاستئناف الحديث. أسعدكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن واقع السجون العربية وحالات التعذيب بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. سريعا إلى لندن سيد زياد، بمناسبة هذا اليوم ونحن نتحدث عن المساندة الدولية لضحايا التعذيب، عقدت اتفاقية مناهضة التعذيب وأشرفت عليها الأمم المتحدة، لكن دولا قليلة، ربما فقط لبنان وتونس والمغرب، ولست متأكد إذا ما كانت موريتانيا وقعت أم لا، لأنها كانت مطروحة على دائرة قائمة الدول التي ستوقع على مناهضة التعذيب. جل الدول العربية امتنعت عن التوقيع والدخول في هذه الاتفاقية، لما برأيك؟ يعني بالنسبة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدت في العام 1987، حقيقة النظام السوري وقع عليها، ولكن تحفظ على المادة 20. المادة 20 هي التي تنظم آلية تشكيل لجان لمراقبة السجون، وبالتالي فهذا الأمر يعني يجعل هذه الاتفاقية حبرا على ورق. عندما توقع الاتفاقية وينضم الأعضاء ولا توجد آلية
لإلزام الأعضاء في تطبيق هذه الاتفاقية، فهذه تبقى حبرا على ورق ولا قيمة لها على الإطلاق. وكما ذكرنا أن المجتمع الدولي مع وجود هذه الاتفاقية لا يعمل سوى استنكار، واستنكار إعلامي فقط. فبالنسبة للنظام السوري موقع على الاتفاقية، ولكن كما ذكرت متحفظ على المادة 20، ولم يسمح النظام السوري لم يسمح منذ الستينات إلى يومنا هذا بالسماح لأي لجنة دولية بزيارة السجون، ويعني أصر على عدم زيارة أي وفد أممي لسجون النظام، خاصة بعد الثورة السورية. طيب. يعني ألحظ من كلامك سيد زياد بأن ملف التعذيب في علاقات الدول في الشأن الدولي ملف رخو إن صح التعبير، وهن ثانوي. نعم. ثانوي على الإطلاق. نعم. طالما أنه يخطئ يعني بمواطني دولة بعيدة ويلعب الدور السياسي فيه، عندما تقول للدول العظمى راعية القانون الدولي مصلحة مع هذا النظام، فإنها تغمض عينيها. نعم. عما يرتكبه من جرائم بحق شعبه، وهذا واضح من خلال ما نراه في الحالة السورية. ما ارتكبه النظام من قتل وإجرام بحق الشعب السوري يجب أن يقف المجتمع الدولي بأجمعه. نعم. لو كان صادقا وصريحا بوجه هذا النظام. نعم. ولكن لا نرى إلا استنكارا. يعني فهذه الأمور واضحة ومرتبطة بالمواقف السياسية للدول، ولذلك فلا تتوقع أن يفعل المجتمع الدولي شيئا لمعالجة موضوع المعتقلين في سوريا أو في الوطن العربي على الإطلاق. فالاتفاقية موجودة، وكندا وهولندا قبل أيام في 12 من الشهر الجاري أقامت دعوة في أمام محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري بتهمة أو يعني ممارسة التعذيب واستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب. المحكمة تنظر في هل لها الولاية في ممارسة هذه أو معالجة هذه الدعوة، ولكن النظام حتى ولو حكمت المحكمة محكمة العدل الدولية بهذا الأمر سيرفض. هذا ربما نابع سيد زياد من غياب الإلزاميات أو آليات التنفيذ. وهنا دعنا نفيد من السيد طارق شندب في طرابلس الشام ومن خبرته في هذا السياق، لماذا ملف التعذيب في علاقات الدول أو في الشأن الدولي تحديدا في منظمة الأمم المتحدة، لماذا هو ملف رخو ليس له أنياب؟ ما السبب؟ هل الأمر ناشئ من تعقيدات سياسية أم ثمة أسباب أخرى تجعل هذا الملف متجاهل إلى حد ما؟ بصراحة يعني المجتمع الدولي، عندما أقول المجتمع الدولي هنا أتحدث بالذات عن منظومة الأمم المتحدة وفروعها، تستعمل هذا الملف يعني حسب السياسة الدولية الحاكمة أو التي تستطيع أن توازن. فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تطرح ملف التعذيب الذي تحدثت عنه سابقا سواء عبر قانون قيصر أو غيره لما يحصل في سوريا، عندما كانت مصلحتها السياسية تقتضي بمحاكمة النظام أو الضغط عليه. تتحدث عن التعذيب في روسيا عندما يكون هناك خلاف بين روسيا وأمريكا. تتحدث عن الاضطهاد الصيني ضد الشعب الإيغوري عندما تتطلب المصلحة السياسية الأمريكية ذلك. وقص على ذلك مصالح جميع الدول. ما يجري مثلا في الصين من انتهاكات بحق الشعب الإيغوري ومن تعذيب ممنهج تكلمت عنه الأمم المتحدة بتقارير موثقة وأدلة، هو جريمة ضد الإنسانية. كذلك الأمر ما يجري في بورما، وكذلك الأمر ما يجري في بنغلاديش وما يجري في سوريا والعراق. دائما نرى هناك عملية مد وجزر في استعمال هذا الملف سياسيا. الآن في ظل عملية الانفتاح على نظام بشار الأسد الذي هو من أبشع الأنظمة في العالم وأكثرها إجراما في استعمال أداة القتل خارج القانون واستعمال ملفات أو حجز آلاف المعتقلين قسريا واستعمال آلة الموت عبر التعذيب، هو الآن لا أحد يسأل عن هذا الموضوع، بالرغم حتى الأمريكان لا يسألون عن هذا الموضوع، بالرغم من أن هناك الآن عملية ضغط داخل الإدارة الأمريكية بين الكونغرس وبين الرئاسة الأمريكية على الانفتاح على بشار الأسد، ورغم أن هناك
عشرات القوانين الأمريكية الدستورية التي تجرم التعامل مع أي نظام يقتل شعبهم. طيب إذا هم يستعملون هذا الموضوع، موضوع التعذيب، سواء كان في المنظومة الدولية أو في الدول الكبرى، حسب المصلحة السياسية. طيب لا أحد يتكلم الآن عن التعذيب مثلا في السجون الأوروبية في فرنسا مثلا، لا أحد، لأن هذا سيد طارق، ولكن هناك تفضل باختصار من فضلك. تفضل باختصار. ولكن هناك الآلاف الذين ماتوا في الجزائر تحت التعذيب من قبل الاحتلال الفرنسي. إذن القصة تتعلق بالطرف السياسي أو بالعملية السياسية. نعم. أتكلم مثلا عن لبنان، مئات الذين ماتوا تحت التعذيب سواء كانوا سوريين أم لبنانيين. السنة الماضية تقريبا مات شخص سوري تحت التعذيب، وماذا حصل؟ حصل أن المنظومة السياسية الحاكمة مع المنظومة القضائية، التي من المفترض بالمنظومة القضائية والأمنية أن هي من تدافع عن المعتقلين أو هي من تباشر بتطبيق القانون وبحماية الأشخاص من الاعتقال التعسفي ومن التعذيب ومن جريمة التعذيب، هم من يغطون الذين يرتكبون الجريمة، وذلك بدافع أنهم يعني عسكريين أو بدافع سياسي أو بدافع مناطقي أو بدافع طائفي. إذن هذا الأمر هو الأخطر على المستوى الدولي، أن المنظومة الدولية والدول الكبرى التي هي من المفترض أن تتحكم مجلس الأمن وأن لها الصلاحية الكبرى في تحريك القرارات الدولية، هي من تغض الطرف كثيرا وكثيرا عما يجري في الدول الأخرى، كما هو الحال في سوريا. لكن من غض الطرف عن قتل الآلاف في سوريا؟ أليس فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؟ أرجو المعذرة عن المقاطعة لضيق الوقت، يعني قد يكون كلامك هذا مفهوما لدواعي المصالح الاستراتيجية بين الدول الكبرى في الصين، أوروبا، روسيا، أمريكا، لكن ما ليس مفهوما في دولة مثل سوريا. وهنا يعني أستسمحك في الانتقال إلى إدلب مرة أخرى أستاذ أحمد. يعني في تقرير لها أواخر العام الماضي نقلت تحت عنوان طبعا ضعوا حدا للرعب والتعذيب في سجون سوريا، ذكرت منظمة العفو الدولية أمنستي في هذا التقرير حقائق مرعبة ربما لا يحسن أن نقرأها على السادة المشاهدين، لأن حقيقة لا تصلح لذوي القلوب الضعيفة. ولماذا برأيك يعني هذه الصرخات من قبل أمنستي وغيرها من المنظمات الدولية الكبيرة مثل هيومن رايتس ووتش، لماذا لا تجد لها صدى في وضع حد للتعذيب الوحشي الذي يمارس سواء كان في سوريا أو في بعض الدول العربية الأخرى؟ قد يكون هذا مفهوما مثلا في الصين، في أوروبا، في روسيا، دول كبيرة تقوم على تعقيدات مصالح السياسية بين الدول الكبيرة، لكن ماذا يقدم النظام السوري؟ لماذا يغيب العقاب؟ يعني أنا كما ذكرت قبل قليل بأن هذا النظام الذي أفلت من العقاب والذي أفلت وهرب من عقاب الثمانينات والسبعينات وفعل ما فعل في سجن تدمر، حيث قتل 30,000 من خيرة أبناء سوريا، ثم قتل ما قتل في حماة في مدينة واحدة 40,000، ثم قتل في حي المشارة، قتل في جسر الشغور، قتل في كل مدينة سوريا، أفلت من العقاب. إذا ما الذي يمنع بشار الأسد وما الذي يمنع أي نظام أن يرتكب مثل هذه الفظائع؟ نعم سيد أحمد، ربما يعني غاب، هناك مشكلة فنية يعني لم أعد أسمعك. طيب أذهب إلى لندن أستاذ زياد. هناك نوع حقيقة من الزخم الدولي المتصاعد فيما يتعلق بالموقف من التعذيب، يعني هناك نخبة سياسية في الغرب تمتلك يعني مواقف صلبة ناقدة بشدة لقضايا التعذيب. برأيك من الذي يمتلك القدرة على تثمير هذا المزاج الدولي الصاعد ضد التعذيب لتحويله لصالح تخفيف أو لجم هذه الحالة المتصاعدة من جهة أخرى، حالة التعذيب في السجون العربية؟ يعني إذا لم تتوفر آلية دولية ملزمة لتحقيق هذه الحالة فكله حبرا على ورق. القانون الدولي، يعني مع احترامي للمختصين بالقانون الدولي، يعني أنا أراه كذبة كبرى. هو موجود من أجل مصلحة الدول، عندما تريد الدولة تحقيق مصالحها فتلزم الدول الصغيرة بالقانون الدولي، ولكن عندما تجد أن عدم الالتزام بهذا القانون مصلحة لها فلا تطبق شيئا منه. عندما يحاول الغرب فرض عقوبات على
أي نظام يمارس التعذيب إذا لم تتوفر آلية أممية كالفصل السابع مثلا، عندما لا تتوفر آلية أممية لإجبار الأنظمة التي تمارس التعذيب على وقف التعذيب، فهذا كله يبقى مجرد إعلام ودعاية لا يفعل شيئا على مستوى تطبيق العدالة في أي دولة. فالنظام السوري وكما قال الأستاذ موفق، يعني منذ أن اعتلى السلطة في السبعينات إلى اليوم يمارس القتل، وكله واضح أمام العالم، والعالم صامت. ومع أنه كان بإمكانه أن يعني يستخدم القوة، وبإمكان أي دولة عضو في مجلس الأمن أن تثير موضوع التعذيب والتعذيب في سوريا وممارسة النظام للتعذيب، ولكنهم لا يفعلون. إذن هذا كله مرتبط كما ذكرنا قبل قليل بسياسة هذه الدول وبمصالحها. لكن سيد زياد، أبقى معك سيد زياد، يعني أنت تعرف أن قضية مثل قضية الشذوذ الجنسي في أمريكا وفي الغرب اشتغل عليها بحيث أصبحت يعني قوة ضاغطة وتفرض على العالم بأسره. هناك جهات اشتغلت عليها حتى أقنعت صناع القرار في عدد من الدول الغربية بأن هذا من حقوق الإنسان التي تضمن له القوانين الدولية الغربية الوضعية العلمانية، أن يمارس هذه الأفعال المستقبحة في الفطرة الإنسانية. لكن من الذي يستطيع أن يشتغل على قضية التعذيب من النخب السياسية العربية، سواء كانت المقيمة في الدول العربية أو المقيمة في الغرب، لإعطاء هذا الملف قوة زخم كالذين اشتغلوا على ملفات أخرى متعارضة مع الفطرة الإنسانية؟ للأسف نحن يعني عندما نتكلم عن النخبة العربية فإن هذه النخبة منغمسة في مصالحها للأسف، وصوتها لا يرتفع عندما تكون مصلحتها مرتبطة بالنظام الحاكم. فمعظم النخب السياسية لا تستطيع أن تفعل شيئا على هذا الطريق، ولذلك فكل الأمور التي تجري في منطقتنا وكل الأصوات التي تنادي بإحقاق يعني حقوق المواطن ومنع التعذيب عنه لا نجد لها أثرا. والدول الغربية التي تمتلك القرار في إمكانية وقف التعذيب وإلزام الدول التي تمارس التعذيب لا تفعل شيئا ولا تريد أن تسمع أصواتنا. يعني يكفي إذا ابتعدنا عن النخب السياسية ودعايتها، هنالك صرخات المعتقلين ودماء المقتولين تحت التعذيب، ألا يكفي ذلك لكي يحرك المجتمع الدولي؟ يعني إذا لم تحركهم الدماء وصرخات المعتقلين فلن تحركهم. يعني سيد زياد، ربما فيما يتعلق بالساسة الدوليين وفي منظومة العلاقات الدولية ربما تكون العواطف ليست ذات اعتبار وإنما المصالح. دعني أسأل السيد طارق، نحن الآن نعيش يعني منذ 48 ساعة حلت مناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، كيف يمكن الاستفادة من هذا اليوم لمساندة ضحايا التعذيب العربي والحد من ظاهرة التعذيب لأناس نحن الآن نتحدث وربما هم يعني تخرج أرواحهم ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب؟ هذه مناسبة عالمية، كيف يمكن الاستفادة منها؟ يعني هو التعذيب ليس فقط أستاذي العزيز الذين ينالون التعذيب تحت الصياد أو في السجون أو في أماكن الاختفاء القسري، التعذيب يطال حتى أهالي هؤلاء الضحايا الذين يتعذبون يومياً. التعذيب ينال أولاد هؤلاء الضحايا وعائلاتهم وحتى المجتمع الذي كانوا يعيشون به بما يعاني من إرهاب وما يؤثر عليه. وبالتالي هذه سياسة التعذيب التي تمارس هي سياسة ممنهجة في الكثير من الدول العربية لإضعاف بنية المجتمع ولكسر أي حاجز أو أي رغبة لدى المجتمع بالتغيير أو بقول الحق أو بمواجهة الحاكم أو بالثورة على الظلم. وبالتالي نحن الآن في ظل هذه الأيام التي يتكلم بها المجتمع الدولي كله ووسائل الإعلام الدولية عن اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ولوقف التعذيب ولمكافحة التعذيب،
نرى الآلاف ما زالوا مغيبين، نرى الآلاف ما زالوا يعذبون، نرى الآلاف ما زالوا مضطهدين ومهجرون ولاجئون كما هو الحال في سوريا والعراق، وأعطي هذين المثلين لما نعانيه أو لما يعانيه أهالي هؤلاء البلدين الشقيقين من آلاف، بل هم أكثر من يمكن أن يعطي مثال عن ضحايا التعذيب في العالم العربي. ولذلك المجتمع الدولي ليس عليه أن فقط أن يتحدث في الإعلام كما قال ضيفك الكريم، وإنما عليه أن يتخذ إجراءات. هذه الإجراءات لكن على هذه الإجراءات معذرة سيد طارق، على هذه الإجراءات بالنسبة للعرب، أتحدث دائما عن النخب العربية الحقوقية والسياسية والمثقفة، هل الجانب الأنجع الذي يجب أن يشتغل عليه هو الجانب السياسي أم الجانب الحقوقي؟ لا، هو الجانب السياسي، لأنه عندما تصلح الطبقة السياسية تصلح الطبقة الحقوقية أو تؤخذ الحقوق. ربما أقصد في مخاطبة الرأي العام الدولي أو القيادة الدول الكبرى. نعم نعم، يعني اليوم في أي بلد نحن نسمع الأصوات، سواء نأخذ مثلا في لبنان أو في سوريا أو في العراق، آلاف الأصوات الحقوقية التي وثقت جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وغيرها من الجرائم التي نتكلم عنها منذ زمن طويل وأصبح العالم كله يعرفها. هل من إجراءات اتخذت بحق المجرمين؟ إذن هي القصة تتعلق بالقرار السياسي. في لبنان مثلا، أعطيك مثال على البلد الذي أنا أنتمي إليه وأعيش فيه، حالات مئات حالات التعذيب، عشرات الحالات الذين نعرفها ماتوا تحت التعذيب، مئات بل آلاف حالات التسليم للنظام السوري للاجئين، كله يخالف الاتفاقية الدولية. ما هو الإجراء؟ أبدا لا شيء، صفر. الدولة مجبرة أن تأخذ إجراء؟ أبدا. هنا أقول أنها هي سياسة أو مفهوم العقلية أن الدول هذه هي فرحة بهذا الأنظمة الديكتاتورية التي تدعي أنها تحارب التعذيب، ولكن هي تقف مع المجرم دائما. نأخذ مثال عما جرى في أستراليا. في أستراليا تم تكريم ضابط شارك في الحرب الخليج وتم منحه أعلى الأوسمة، تبين أنه قام بعمليات تعذيب وقتل، تم نزع هذه الوسام منه وتم إحالته إلى المحكمة. تصور، يعني حتى جندي يلاحقونه لأن العقلية للشعب الأسترالي ترفض أن يكون هناك مجرم يستخدم القانون ويعذب ناس. حتى في أمريكا، يعني بعض الذين ارتكبوا جرائم تعذيب في الخليج وفي العراق بالذات، إذا ثبت عليهم ذلك وتمت ملاحقتهم يلاحقون. طيب ويحكمون. سيد طارق، ذكرت حاول السلطة السياسية تغطيتهم، ولكن المجتمع، عقلية المجتمع هذه نقطة مهمة جدا والعقلية القانونية ترفض ذلك. نعم، ذكرت مثال استراليا، هذه نقطة مهمة، أشكرك على طرقها، يعني أبني عليها لأسأل السيد زياد. في لندن الثقافة السياسية أو العقلية السياسية التي تحدث عنها الأستاذ طارق قبل قليل، في سوريا مثلا، نبقى في سوريا لأن المشهد في سوريا شديد ولا يقارن ربما بدولة أخرى، يعني نحن شاهدنا المنظمات الحقوقية الدولية كيف كشفت حقائق رهيبة، شاهدنا تسريبات الضابط السوري أو العنصر السوري قيصر الذي بعملية يعني حقيقة شجاعة جدا سرب آلاف الصور وذهب إلى أمريكا، لم يبقى في سوريا إلا أن يصور التعذيب على الهواء مباشرة، صار مكشوفا للقاصي والداني. هذا يمكن أن يشكل فرصة لتخليق رأي عام عربي ودولي ضاغط. ربما في سوريا ميزة أن الثورة أو الانتفاضة تمتلك ذراعا سياسية، أو هكذا يفترض أن يكون خطأ، يعني ذراعا سياسية ممثلة في التحالف الوطني السوري. هل قامت مؤسسات الثورة بما ينبغي حيال ملف التعذيب برأيك؟ للأسف الشديد لم تمارس أي جهة سياسية معارضة دورا فاعلا، يعني قد تكون يعني مارست دورا إعلاميا محدودا، ولكن لم تمارس على الإطلاق أي دور فاعل. ويعني حتى إذا لم، يعني إذا استثنينا قوات المعارضة، يعني مجزرة التضامن، يعني كل العالم شاهدها، ليس تعذيبا، قتلا وحرقا للجثث. فيعني ألا تكفي هذه الصورة لكي يهتز الضمير العالمي للوقوف إلى جانب الشعب السوري؟ يعني نحن مقصرون كمعارضة، ولا نمتلك الوسائل الكافية لإيصال صوتنا إلى العالم، ولكن العالم يشاهد
العالم يشاهد أمام أعينه كل يعني من كشف مجزرة التضامن هم البريطانيون وليس نحن. فالعالم يشاهد، وبالتالي فهم يريدون أن يغضوا أعينهم عن نظام الأسد، لأن هذا النظام يحقق لهم أهدافهم و يعني يخدم المصلحة الصهيونية. ولذلك إعادة تأهيله والسكوت عن جرائمه هي الطريقة التي يعتمدها المجتمع الدولي. ما يجري لو أن هنالك نظاما آخر في منطقة في يوغوسلافيا عندما ارتكب يعني الصرب مجازر في يوغوسلافيا، شكلوا تحالفا دوليا وغزوا يوغوسلافيا وأنهوا المسألة، ولكن في سوريا يعني لا يفعلوا شيئا من أجل هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك يعني على الصعيد الداخلي أصبحت عملية أصبح هنالك تجارة للاعتقال. الضباط الأمن المسؤولين عن الأفرع الأمنية هذه يعني أصبح الاعتقال مصدر ثراء بالنسبة لهم. هنالك سماسرة يذهبون إلى أهالي الضحايا وأصبح هذا الأمر تجارة حقيقية ومصدر إثراء للكثير من الضباط الأمنيين. ولذلك لن تتوقف عملية الاعتقال، وأنا يعني أقول وعندي يعني شعور بأن 75% من العوائل السورية أحد من أفرادها زار المعتقلات السورية. إلى هذه الدرجة وصلنا، الشعب السوري كله داخل سوريا معتقل داخل الحدود السورية، يعذب في أي لحظة، وفي من يحمل الأجندة ويذهب إلى الدكاكين وإلى الأزقة ويجمع المعلومات كلها من أجل ترتيب تهم. التهم جاهزة وهذه التهم تسقط عندما يدفع ذوي الضحايا المال. لذلك هذا الأمر سيستمر ولن ينتهي، والعالم كله صامت عن جرائم هذا. أشكرك، يعني انتهى الوقت ولم تنتهي الأسئلة ولم ينتهي الحوار بطبيعة الحال. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين من طرابلس الشام الأستاذ طارق شندب المحامي وأستاذ القانون الدولي، وكان معنا عبر سكايب، وعبر سكايب أيضا من لندن الأستاذ زياد المنجد الكاتب الصحفي، والشكر أيضا للأستاذ أحمد الموفق زيدان الكاتب الإعلامي، وشاركنا عبر الهاتف جزئيا في هذه الحلقة من إدلب السورية. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، دمتم في حراسة الله.